انتشرت اخبار عن رغبه الزمالك، كنت لسه بقول لكم امبارح، في انه يتعاقد مع عمر السومه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعين دلي سبورتس. حديثنا اليوم راح يكون عن الكابتن عمر السومه. عمر السومه الان محتار بين ثلاث انديه، والنادي اللي بده اياه عمر السومه حاليا ما بده عمر السومه. اليوم نادي الاهلي السعودي مع جماهير الاهلي، فينا نشوف على تويتر، فينا نشوف على مواقع التواصل، اغلب الجماهير الاهلاويه السعوديه ترفض عوده الكابتن العقيد الهداف عمر السومه. رفضوا العوده ليش؟ لانه الكابتن عمر السومه فينا نقول يمكن بعد ما هبط الاهلي هبوط تاريخي كان للاهلي الى الدرجه الثانيه في الدوري السعودي الموسم الماضي اللي قبل الماضي، طبعا اختار الرحيل من الاهلي الى نادي اخر. فهون الجماهير حسوها كثير ثقيله، انه اليوم نحن لاعب مثل السومه، لاعب اسطوره، لاعب كبير، لازم يكون مع النادي. اداره النادي ما وضحت هذا الشيء، ممكن يكون هذا قرار النادي، ممكن يكون قرار عمر السومه. ولكن عمر السومه راح للعربي القطري ايضا بعد مفاوضات كثير كبيره، بعدين حقق مع العربي كأس أمير قطر، ونافس على لقب الدوري، ونافس على لقب الهداف، وكان يعني أول بدايته بالنادي العربي كانت مو موفقة. بعدين عمر السومة دخل في جو النادي العربي، دخل بالفورما، فاستعاد ال 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 فين نقول شهيد الهدافين، بلش سجل اهداف، وصار عمر السومه حديث الشارع القطري. بالنهايه خلص عقد عمر السومه، او خلصت الاعاره اللي كانت مقدمه من نادي الاهلي لنادي العربي القطري. عمر السومه يعني طالت القصه كثير، يعني طالت كثير، صارت اكثر من 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 موضوع ميسي حاليا تقريبا بالدوري الامريكي مع نادي ميامي ونادي الهلال السعودي. فايضا قصة السومة مهمة عنا كسوري، نحن بتمنى اللاعب يكون مرتاح، بتمنى اللاعب يكون مستقر لحتى يقدر يعطي في المنتخب الوطني، هو الاهم عند الشعب السوري او الشارع الرياضي السوري. اليوم عمر السومة مقدم له عرض من النادي العربي القطري، وايضا مقدم له عرض من نادي الزمالك، النادي الكبير بتاريخه باسمه ببطولاته. نادي الزمالك اليوم ينوي او ناوي بشكل كبير انه يضم الكابتن عمر السومه لصفوف هذا النادي العريق والكبير. اليوم انا بوجهه نظري كمتابع محب لعمر السومه، اليوم جربت الدوري الخليجي من خلال الدوري الكويتي، جربت الدوري السعودي، جربت الدوري القطري، فانا مع انك تطلع من قاره اسيا بشكل كامل. الدوري المصري بشكل كامل يعني حلو، جربوا عمر خليبين، جربوا مؤيد العجان، علاء الشبلي، ممكن يعني لاعبين عندنا بشكل عام اليوم غير انت اليوم بالدوري المصري. نادي الزمالك دائما بدوري ابطال افريقيا، ممكن ينقصوا وجود عمر السومه، ممكن يكون اضافه لعمر السومه، ممكن يكون خير لعمر السومه. اليوم اذا نادي الاهلي السعودي او جماهير الاهلاويه ما بدها عمر السومه، وانت يعني حارق دمك لتكون بنادي الاهلي، فانا مو مع هالشيء، لانه انت اكبر من هيك بكثير يا كابتن عمر. مع احترامي للكيان الاهلي باكمله مع جماهيره، انت المفروض بتكون لك شخصيتك، لانك انت اليوم هداف هذا النادي، جبت بطوله بعد 30 سنه لهذا النادي، فخلي النادي هو اللي بده اياك وليس انت بدك النادي، وحدد وجهتك وخلي النادي هو اللي يركض وراك وهو اللي بيشوف عمر السومه. مع ايضا يا عمر السومه تفكير بانك اليوم انت ب 34 سنه، والله يعطيك المزيد من الصحه والعافيه والعمر، لحتى ممكن تكون لاعب مخضرم، لاعب كبير مثل ما انت حاليا، تحتفظ بهذا الشيء. اليوم الدوري المصري ممكن يتيح لك فرص كثيره لتكون هداف في قاره اخرى، بتكون مميز بقاره اخرى، بعد ما عملت كل شيء ارقام. اليوم مانك يعني اليوم فينا نقول تفكيرك لازم يتغير شويه يا كابتن عمر السومه، نحن بنحبك، بدنا لك الافضل. اليوم ما شوف بنزيما ترك الدوري الاسباني وعالم اوروبا وعالم النجوميه وكل شيء، واجى يصنع نجوميه اخرى في قاره اسيا مع نادي الاتحاد، شوف مع نادي الاتحاد، شوف عندك كريستيانو رونالدو ايضا نفس الشيء، يعني شوف لعيبه كتار، في لاعبين عندك بدور القطري، كان عندك تشافي، كان عندك كثير لاعبين. اليوم ميسي
بين بوقع ما بوقع بالدوري الامريكي ممكن يرجع لسه التوقيع ما صار 100% بنادي ميامي. ميسي عنده شروط تعجيزيه بعد شوي بيقول لهم بدي يحطوني رئيس الولايات المتحده بعد شوي. فيا كابتن عمر سومه القرار الافضل والانسب انك بتطلع من قاره اسيا نهائيا، لانه انت اليوم الدوري انا بشوف الدوري او الدوري السعودي رقم واحد فينا نقول بقاره اسيا. جربته وكنت انت بعز ايام هذا الدوري باحلى ايامه واحلى ايامك وقدمت كل شيء حلو يا كابتن عمر السومه. اليوم نادي الزمالك ممكن بيعطيك الفرصه لتكون نجم كبير بقاره افريقيا، وراح تسلط الضوء ايضا على عمر السومه وكثير لاعبين سوريين ممكن ينضموا لقاره افريقيا من خلال الاهلي، الزمالك، الترجي، الوداد، اي نادي اخر ممكن، شبيبة الثورة بالجزائر، كثير انديه ممكن بتنفتح لها تنفتح طريق من خلال عمر السومه للاعبين السوريين او لعمر السومه ممكن منها لانطلاقه اوروبيه. ما في شيء مستحيل، صح ان عمرك 34 سنه ممكن تخلص لك موسم بنادي الزمالك، ممكن تكمل 5 مواسم بنادي الزمالك. يعني بالنهايه بدنا لك الاستقرار يا كابتن عمر السومه لحتى تقدم شيء بمنتخب البلد، لانه بطوله اسيا على الابواب. ما بدنا بفوت عمر السومة على البطولة وهو غير مرتاح بنادي الأهلي، ولو رجعت نادي الأهلي ولو رجعت، مع أنه هذا الشيء أنا شايفه شبه مستبعد. اليوم النادي يخضع لجماهيره، النادي عم يطور، شوف الأندية بشكل عام بالدوري السعودي عم تتطور بشكل كتير كبير. النادي الأهلي بده يفوت بعد ما انتكس، بده يفوت بشكل قوي جدا، وهذا الشيء ما يمنع أن يكون عمر السومة موجود مع النادي، ولكن هن مو رغبانين بهذا الشيء. فأنت خليك أكبر من هذا الشيء وشوف مستقبلك وشوف شيء لك افضل، لانه عن جد اللي ما بده اياك ما بدك اياه. هذا الشيء اللي انا شايفه صراحه. بتحب النادي، بتحب التاريخ، بتحب الكيان، بتحب ما بعرف شو، هذا كله ما بيساوي شيء عند ميسي، عند بنزيما، سنين قضوها بريال مدريد وبرشلونه، سنين عادوا بهي، حبوا جماهير الانديه، استفادوا وعملوا ارقام كثير كبيره، وانت كذلك الامر يا كابتن عمر السومه، عملت كل شيء حلو بنادي الاهلي وفرحتنا وفرحت الجماهير الاهلاويه، ولكن بالنهايه يمكن يكون كان لازم تضل بالنادي الاهلي وقت هبط النادي، ولكن شاء القدر انك ما ضليت وشاء القدر تلعب بدوري اخر، وبعدين رجع النادي الجمهور ما بده اياك. فانت خليك مع محبتك واحترامك للجماهير الاهلاويه، روح لدوري اخر وبعد عن القطري، بعد عن الخليجي، بعد عن الانديه الاخرى، لانك لازم تصنع مجد بقاره اخرى. حاجتك بكفي بالدوري الخليجي، اليوم بدك تروح على دوريات افضل، ما في اقوى دوري عربي السعودي صراحه، يعني ما في شيء بعده ابدا. يعني اليوم انت لازم تروح على الدوري المصري، العقد الزمالك لا يفوت ولا يضيع من ايدك يا كابتن عمر السومه. بالنهايه بتمنى لك التوفيق، ان شاء الله يا رب نشوفك باعلى المراتب واعلى المستويات، واهم شيء برجع بقول لك حافظ على مكانك ووجودك وتالقك وتهديفك ومستواك مع منتخب بلدك. مو عيب اذا وصلت ل 35 و36 و38 وانت بكامل او ب 70% من عطائك مع منتخب سوريا. منتخب سوريا بحاجتك، منتخب سوريا انت بحاجته، الجمهور بيعول عليك بكثير شغلات بمنتخب سوريا، بالاخص بطولة اسيا الاخيرة حتكون هي، بتوقع هي ممكن تكون الاخيرة لك ولكثير لاعبين بهذا العمر. فممكن انت بتصنع مجد بهي البطولة وتستمر بناديك اللي راح تروح عليه، واتمنى ان يكون نادي الزمالك، اتمنى بالتوفيق كابتن عمر السومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لنا لايك ومتابعة، وتابعونا على الانستغرام والتويتر واليوتيوب وفيسبوك بالدلي سبورت.